اهلا من جديد مشاهدينا الكرام، تحيه للعقد الماسي والفرقه الماسيه، فرقه عقد الجلات، واحده من اجمل الاغنيات. لهم التحيه ولكل الجماهير العريضه اللي تتابع هذه الفرقه. كان هذا يهدى لكم في صباح الشروق عدد من الفقرات كما ذكرت. سيكون اليوم ان شاء الله من خلال حلقه اليوم على مدى ساعتين من الزمان حنقضيهم مع بعض، ومن خلالهم تحايا لفريق العمل لهذا اليوم. حيتواصل تجوالنا إن شاء الله عبر هذا الوطن الحبيب، نشوف مجموعة من الإشراقات في السودان زي ما عودتكم دائما كبيرة صباح الشروق إنها تتجول وتتنقل في كل مكان في السودان لننقل كل الثقافات وكل المكنون والكنز السوداني المتميز. من بين هذا المكون الثقافي الكبير وتحديدا المكون الفني، تميزنا في السودان بعدد من الإيقاعات المميزة. كل منطقة، كل اتجاه حسب جغرافيا المكان والزمان يتميز بإيقاعاتهم. هناك عدد أيضا من الآلات الشعبية المتميزة، ومن بين كل هذه الآلات تبرز آلة الطنبور بأشكال ومسميات مختلفة في السودان، ويصاحبها أيضا إيقاع مختلف. لكن عندما تتجه بنا الجغرافيا شمالا نجد أن الإبداع معه حنين وأشياء أخرى أيضا. نسعد أن نتيح هذه المساحة ونجلس بقربنا في استوديو صباح الشروق واحد من المميزين جدا، من أسرة لها باع طويل جدا في هذا الضرب الغنائي المهم وهذا النوع الغنائي، وواحد من الفنانين أيضا المعروفين واللي وسهامات كبيرة جدا. حنحاول نقيف معه في عدد من في هذا المشوار الفني ونطوي معه. الأستاذ مبارك كدكي، أهلا بك ونحن سعيدين جدا بك في صباح الشروق. أهلا بك أخونا حسام، وأشكرك وأشكر برنامجك صباح الشروق وقناة الشروق والتيم العامل بها شمس السودان التي لا تغيب. أهلا بك، نحن سعيدين جدا بك عبر صباح الشروق. وبداية ومع وجودك اليوم معنا وقلت كده الترتيب كان مسبق لهذا، اسمح لنا أنه نستغل هذا الترتيب وأيضا نوجه الكلمة الآن لكل مشاهدينا ولكل معجبي الراحل الذي رحل بالأمس، فنان الطنبور المعروف الفنان والأستاذ يعقوب تاج السر الذي رحل عن دنيانا بالأمس، له الرحمة والمغفرة، نترحم عليه ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. سيرة كبيرة جدا ويمكن الحديث أن نبتدر اليوم عبرك عن واحد من أجمل الفنانين رحل عنا بالأمس. أنا عبركم أعزي الأهل، جميع الأهل بالولاية الشمالية وبالأخص منطقة قوس قرافي، وكما أعزي كل الشعب السوداني خارج السودان وداخل السودان في فقيدنا أستاذنا وأبونا وأخونا وصديقنا الأستاذ يعقوب تاج السر، أسأل الله له الرحمة والمغفرة. نعم، كل تأكيد العزاء موصول لكل الأهل بشمال السودان وكل محبي الفنان أستاذ الراحل أستاذ يعقوب تاج السر له الرحمة والمغفرة. نبدأ معك مباشرة، وكل تأكيد الطنبور هو الصديق الدائم لكل سوداني ولكل فنان ايضا متميز، وهو الملجا بين السنين، تفتح ابواب تحزانه ابواب تحزان. نعم. اذا انت من اسره فنيه. نعم. معروفه جدا، وابن اخ الشاعر المعروف محمد جيب الله كدكي، واحد ايضا من الشعراء الارقام الكبار جدا، واليوم اسهامات واضحه وكبيره جدا في الدليب وفي الطنبور بصوره عامه. خلينا نتكلم عن هذه العلاقة، كيف أثرت، ودي بتنقلنا برضو لبداياتك الفنية وتأثير البيئة اللي أنت كنت موجود فيها، إنك تقارن عدد كبير جدا من الفنانين من الشعراء من الناس أصحاب الكلمة والحرف الجميل في البداية. بكل تأكيد عندها تأثير كبير جدا في سيرتك وفي بدايتك. والله أنا طبعا الأستاذ عمنا محمد جاب الله كذكي طبعا الشاعر الكبير المعروف، اكيد زي ما ذكرت انت مصالح من اسره فنيه،
وطبعا انا الشغله اللي انا بديتها كهوايه يعني. انا قبلها كنت عازف بتاع ايقاع، وجيت بقيت صفاق، وبعد بقيت صفاق بقيت نقلت كده على الفرقه كلها ما خليت، وانا ما شاعر صراحه يعني، ولا متخيل يوم من الايام انه انا اكون زول فنان، لانها كانت هوايه وعباره عن تراثنا، ولازم ننشره عن نطاق السودان وعن نطاق العالم. ف كنا دائما بنقعد كده قعدات بتاع السمر على النيل، ومرات نمشي الخلا والجمعيات الادبيه. يعني تعلمت الطنبور اول، يعني كنت بعزف، لما انا بعزف طنبور كنت بدق طبله. فعمنا احمد جاب الله ربنا يديه الصحه والعافيه، كنت بنزل له الالحان بتاعت القصائد بتاعته الالحان، لانه ما في زول بيقدر يعني بيقدر يطلع منه اللحن الا انا. فلقيت نفسي بقيت احفظ من اغانيهم شوي شوي. لكن بدايتي بديت بغناء الاستاذي الغدير ابن المنطقه عبد العمد الفارس، كما ذكرت قبل كده في السابق في كم غناء. فدريته بقيت اغني غناء عبد المنعم عبد الفارس في البلد، ما كنت بطلع حفلات بس للاصحاب والاصدقاء وكده. فاول حفله طلعتها في تنقاسي السوق، جنب النادي بتاع تنقاسي السوق، كانت لواحد اخونا اسمه عاطف، ومن المفترض كان يغنى اخونا جعفر المنصور حيوه من هنا، فهو تاخر بس لظروف ما جابوني. انا سديت الفرق بتاع ساعه كده والله ساعه ونص لحد ما هو جاء. فبعد هنا ابدعت وادهشت الناس والله يا اخي. هو جاء استاذ جعفر جاء ولقاني اغني عنده اغنيه يا قمريه، اه يا قمريه، لقاني اغني فيها، انا كنت معجب بها شديد. فقام جا وقفوني قال لهم خلوه، لما انتهيت قال لي انت حتبقى فنان. قلت له اخي ان شاء الله ما ابقى فنان. يا سلام. طيب رايك شنو لو ناخذ الطنبور الان ونحاول نقرش وندندن جزء بسيط منه على الهواء؟ يا قمريه اي اغنيه والله. لا بس جزء بسيط من يا قمريه اه، لانه احنا محضرين اغنيه بعدين حنختم بها، حنحاول نعمل كم نقرشه خفيفه كده مع الناس. قمريه يا قمريه يا قمريه يا قمريه يا قمريه، الزول جميل جنني، الزول جميل جنني، بيطيف روح تجنني، بيناتنا ريد ومحن يا قمرية. سيبيني في أحزاني، لا تحسسين ألاني، سيبيني في أحزاني، لا تحسسين ألاني، شايف الجميل قدامي يا قمرية. من هنا يمكن اول حفله كنت بتردد الاغنيه اللي هي عندها معاك حاجه كبيره كده في قلبك، وكانت البدايه والكلام انه انت حتكون فنان، يعني جاك الاشعار الاول كده. متى انت حسيت انه انت فعلا احترفت المجال وخلاص امتلكت الثقه الكامله وانه انا بقيت فنان وعندي ثقل وعندي وزن وعندي اسمي؟ والله يا اخي انا بعد انتقلت جيت الخرطوم هنا في التسعينات، بداية التسعينات، فكنت مشترك كعضو في نادي الطنبور كفرد كورس ما كفنان. فأحيي أخونا محي الدين عبد الوهاب من هنا ربنا يديه الصحة والعافية، هو كان المدرب أو الغايب بتاع الكورس كله بتاع الطنبور. فمن أحد أصحابي من ناس جنتي اسمه محتز فضل، كان فرت الكورس معاي، كنت بقعد معاه في بيته عندهم طنبور بنغني فيه. فعنده خاله كان بيستمع لي، لما جالس ولده في الحصحيصة قال بس داير مبارك لك. يا سلام. فقلت له يا اخي انا طبعا الوقت ذاك ما عندي غنى خاص، بس بغني غنى الناس.
المهم مشيت غنيت الحفلة دي في الحصحيصة، اتذكر معي فرقة كوارث منهم مصطفى عثمان، حيومي هنا، عادي جعفر. فمشيت على اساس انه اغني الحفله بالمسا، وصلت زي 9 كان ده في الحصحيص، غنيت من 9 لحد 11 ووقفت الصباح. لملمنا حاجاتنا وقلنا خلاص توكل على الخرطوم. يا ابو العريس قال لا، عندنا شريط بتاع فيديو زمن الاشرطه بتاعت الفيديو، قال ما اكتمل تغنونا ثاني. فمحتزه طبعا زول خاله، قال له يا خالي زول ده يعني غني لك البارح فالكوارث زي خلاص عداد انتهى الا بعداد جديد. قال ما عندي مانع. ثاني يا زول دقوا الصيوانات يا زول جوا البيت، وبدينا غنينا لحد ما وعد صلاه الجمعه وقفنا. كويس، اول عداد بقى عدادين يعني الحمد لله. بقى 3 لانه جاء عم العريس من السعوديه وجا الخرطوم، من الخرطوم جاء الحصحيصه اللي قالنا نحن قفلنا. حلف قال الحفله ده علي لازم يغني ثاني، غنينا ليس كويس. فدي كانت الانطلاقه من هنا. يا سلام. وجيت من هناك بنجنة الطنبور عادي. فقام محدين عبد الوهاب، في واحد كلمه من الكوارز قال له يا اخي بركتك كده والله زول فنان. زول بيغني. كان يتذكر المرحوم يعقوب ده ذاته ربنا يرحمه اليوم ديك يتاخر شويه. فالاستاذ خالد شقوري، الاستاذ خالد الباشا دارين زول يغني ما لاقن. لما محدين عبد الوهاب كلمه قال له بركتك يا غني، قام قال لي تعال يا كدكي. وانا شايل بطاقه فرده كوره صيني في جيبي. قال لي كده اشوف الطنابير ديل، شلت الطنابير خبشتها قلت له تمام جهزات. قال لي لا لا اعمل لنا اغنيه لحد ما يجي فنان. قلت له يا استاذ محي الدين انا قاعد اغني غنى الناس ما عندي غنى خاص. قال لي الدنيا دي كلها غنت غنى الناس حتى بقوا فنانين، اقعد غن. غنيت اغنيه ثاني قال لي غن، غنيت الثاني الثالثه يعني قال لي جيب بطاقتك. شال البطاقه الزمن ذاك بطاقه يعني بيخط الصوره وبيغلفها. فشال الصوره ومشى جوا قصاه يا زول جاب لي بطاقه يا اخوان اسمه مبارك كده كده من اليوم ما يصفيك زول مغني البطاقه دي اتغيرت. يا سلام يا سلام. فمن هنا الحته دي جات من هنا ثاني، بقيت ما في طريقه اني يعني اصفق لانه هو رايه الاول والاخير يعني. طيب معناها طوالي مشيت على طريقك وبديت تعمل في الحياه الخاصه. عملت البنات البن الاول. شنو اول عمل خاص وكان مع منو التعاون؟ التعاون كان مع عمي كدكي طبعا. ده اول يعني كثير من الاغاني كانت لكدكي. فبعد كدكي بقي يعني الشعراء براهم يجوا فالحمد لله، وانا في ناس بعزهم شديد الشعراء مشيت طلبت منهم برضه قصايد من الاستاذ جعفر عكاشه وابن المنطقه مجاهد السر وانور البخيت وعزرا اذا نسينا زول ابراهيم نوري نحييهم من هنا كلهم ونقول لهم يعني احسن الله عزانا وعزاكم في اخونا الفقيد يعقوب تيسير. نعم. غناء الطنبور حاله حال كثير جدا من الاشكال الثقافيه الشعبيه المميزه جدا، بيكون مرتبط كده بشكل معين بايقاعات معينه بلونيه والات ايضا معينه في اذهان الناس في اذهان الفنانين وكل اعضاء الفرقه اذا كان صفاقين او الناس في الايقاعات. ادخال بعض الالات محاوله طبعا دي بتعمل جدليه كبيره جدا بين الناس انه انا ادخل بعض الالات لاغنيه الطنبور لقاعات الدليب وما الى ذلك، احاول انه اطور، وكلمه تطوير دي برضه ممكن تجيب لها مشاكل كثير جدا. فدايما اشوف رايك شنو، لانه الطنبور فيه حنين كثير وفيه شوق كثير حنين نتكلم عنه، لكن خلينا نتكلم عن جانب التطوير ده وانه ندخل بعض الالات وتحديدا الاشياء الحديثه وكيف نحن ممكن نطور. والله يا اخي انا اقول لك حاجه، الطنبور ده هو آلة ما المفترض تخش معي اي آلة ثانية. انت يا اما تغني بالآلة، اذا ده تغني تبقى بتاع اورجن تغني بالاورجن، لا تبقى فنان طنبور تغني بالطنبور. ونحن طنبورنا ده ذاته صعب يعني سلمه ذاته لانه خماسي صعب في التعامل يعني، يعني الحنجرة دي تكون مرهقة شديد اذا كان انت غنيت مثلا 3 حفلات ورا بعض الا تكون انت يعني امكانياتك عاليه ومتمرن كويس يعني. نعم نعم. فالفنانين الزمان لونا سد اليمني عبد الرحمن عجيب ربنا يرحمهم، الناس كانوا بيغنوا بطنبور واحد في الطنبور، نحس بيجينا الواحد يشيل له 4 طنابير 3 طنابير صحيح، لانه الصوت او السلم ذاته ما واحد، احنا تعودنا على كده. لكن هم ما شاء الله يعني ناس لانه متمرسين وناس عمالقه فبيغنوا بطنبور واحد يعني.
جميل. طيب خلينا نسمع أغنية، احنا كنا محضرينها مهداة لكل الناس، وحنغني شنو؟ الغنية جاهزة، البلد البريد أنا. طيب نسمع، تفضل.
يا سلام سلام. يعني اجمل شيء الواحد يغني لبلده، لانه الغنى للبلد فيه كثير جدا من الحنين والشوق. غني الطنبور بصوره عامه ملانا حنين وملانا شوق وملانا حاجات سمحه كثير جدا. انا قاعد اقول دائما احنا كسودانيين سمحين بطبيعنا وبحاجاتنا. كمان اغنياتنا برضه سمحه زي ما نحن سمحين من جوانا، لانه اغنيه الطنبور زي ما قلت فيها شوق كثير، فيها حنين كثير، فيها حاجات كثيره جدا ممكن تتقال وبتصل للقلب بسرعه، لانها بتخاطب بالكلمه السمحه والبسيطه. وهي صادقه. وهي صادقه. بنفس الوقت الحاجه دي من الصدق يعني. نعم. طبعا الشاعر دائما يعني هي عباره زي ما تقول عن قصه، ويقوم يطلعها في شكل قصيده، يعني بيحكي الحاله اللي عليهم. فنحن شعرنا ده اي شاعر من الشمال، مع احترامي لباقي الشعراء، فالجو ذاته مهيأ والخضره مهيأ لانه الزول يكتب. ف يعني معظم قصائدنا دي يعني بتعالج قضايا، سواء كان على الام، سواء كان على البلد، سواء كان على المحبوبه، سواء كان للعريس كده يعني. جربت انك تكتب؟ والله يا اخي انا كتبت قصيده لزوجتي، كان سافرت السعوديه اول مره، بحيي اسرتي من هنا وبحيي اسره زوجتي، أسرة مختار المزيك وأسرة مبارك دكي. فكان كتبت، لكن طبعا معظم كتاباتي لوالدتي، لكن والله ما يستحضرها، لأنه كمان احنا لازم نشوف إن شاء الله ولو نموذج بسيط من الحقيقة تستحضرها من الكتابات. والله يا أخي يعني أتذكر والدتي، أنا كان طبعا أنا أصغر البيت. آخر العنقود. أيوه نعم. وأنت مشيت الجزيرة، اشتغلت في الجزيرة كان. طيب. مشروع الجزيرة. فكان جاء رمضان، هي هناك افتقدتني وانا افتقدتها. يا سلام. فانا قاعد براي كده في البرنده، طبعا اي زول بيكون حنين على امه زي ما الوالد حنين على جناه يعني. صحيح. فرقدت في برنده الناس، اخوتنا بغادي وهم راقدين بغادي صايم، فجاتني صورتها كده يعني، فبدون ما اشعر دموعي قد تمشي. يا سلام. فقمت قلت لها مع رمضان ده كيفنك؟ يوم الليلة طارنك، الله عالم ماني ناسنك، وفي اللسان طوالي ذاكرنك، بقول لها أظهر رمضان ما وقع لك، وطريت وقعد عاد جنبك، نقعد نتلف حولك عشان نلقى الحنان منك، مع رمضان ده كيفنك، ويوم الليلة طارنك، ربنا يديها الصحة والعافية. يا سلام يا سلام. والله يا أخي تحية لكل أمهاتنا في كل مكان، وبنتراهم ديما يعني في رمضان وغير رمضان. أنا صراحة سعدت بك جدا الفنان الجميل الأستاذ مبارك كدكي، شكرا لحضورك اليوم في صباح الشروق، سعيد بك، وده كان سلام كده سريع كده عليك وتتوقف بسيط كده، قلمناه بعض الصفحات في بداياتك. شكرا لحضورك وصباح الخير عليك مرة ثانية. كثر خيرك وبارك الله فيك، وأشكر جميع العاملين بغناة الشروق، ودائما غناة الشروق هي السباقة، فان شاء الله نكون كنا خفيفا نظل عليكم. بالتاكيد. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. الصحه.